كل حاجة حلوة وفيها روح تونسية، فيها الهوية التونسية، باش تحلي القاعدة أكثر وباش تحلي لنا رمضان أكثر. هذيك علاش هريسة اللوز وغيرها بالحلو العربي التونسي باش نلقاوهم ديما موجودين في طاولتنا في رمضان. تعتبر هريسة اللوز من أبرز الحلويات التقليدية التي تعد ركناً أساسياً في تجمعات العائلة والأصدقاء وسهراتهم الرمضانية، وذلك لما تتضمنه من رمزية كبيرة وانسجاماً مع الأجواء التونسية الخالصة. هريسة اللوز وغيرها من الحلو العربي التونسي هما الحلويات الزمنية حليوا القاعدة في رمضان وزيد تفوح بيهم ريحة شهر البديل. فيما تتضارب الروايات حول تاريخ هريسة اللوز بين من يقول إن أصلها أندلسي ومن يجادل بأن جذورها تركية، يتمسك كثير من التونسيين بفكرة أن هذه الحلويات التقليدية ذات أصول أمازيغية بالنظر إلى مكوناتها الحاضرة بقوة في المطبخ التونسي والمغاربي. من تونس، نسرين رمضاني، هنا القاهرة عاصمة الخبر.